الحياة في الغربة وإن كانت توفر الفرص إلا أنها ليست سهلة. أنا بسألك سؤال صريح، تتوقع لو هو عاش في السعودية هذه الفترة كان ممكن تعليمه بالطريقة اللي أنتم ترغبون فيها ولا لا؟ والله في يعني مدارس على حسب المدارس بس والله يعني الحمد لله بالعكس يعني في السعودية فيها كل شيء أبد ما هم قصرين، بس يعني تعرف أمريكا عشان في حالات مشابهة كثيرة لحالاته، وطبعا يدخل في مدرسة خاصة للحالات هذه، تعرف الأمريكا من أهم شيء عندهم الطفل. الحمد لله تطور كثير عن أول. إذا مرض يوسف صراحة كلنا نفعل، إذا أكيد إذا صار فرحان أفرح، يعني أي شيء يسعد يوسف أنا يسعدني، يعني أهم شيء أشوف يوسف مبسوط مستأنس مرتاح، ما حد يزعله، أحاول إن يعني ما في شيء يضايقه، ألبي له أي طلبات يبيها. تقوم عائلة يوسف جاهدة بتوفير جميع الإمكانيات المتاحة لابنها لاستكمال العلاج. ولم تنتهي الأخبار المقلقة عند هذا فحسب، بل تتطلب حالة يوسف بسبب عمره ونمو جسده إخضاعه إلى عملية جراحية. So the next step in Yusuf's case will be to remove his tracheostomy, which is what has helped him with the ventilator for his whole life, and to transition his care to be ventilated through a mask while he sleeps. It's important that as Yusuf undergoes that procedure, he's monitored very carefully here in the United States until he's able to completely recover from the surgery. إنهم يسووا له الماسك عشان يقدر مثلاً يروح البحر يتسبح يلعب كورة، لأنه صعب خطير عليها الحين، يعني لأن عنده فتحة ما يقدر يتسبح زي إخوانه زي الأطفال، ما يقدر لأن الأشياء دي خطيرة، بس أبوه يمكن شوي متردد. إلى متى راح نخليه على أبوه؟ ما يعرف يرتاح يوم واحد في حياته. وكيف بنخليه بالقناع؟ نفس الشيء بندور عليه من ساعة لساعة. على الأقل نسكر الفتحة اللي في رقبته، لا يعرف يلعب مع أصحابه، ولا عمره دخل بحر ولا سبح. القناع يمكن غير شكل وجه، الولد بعده صغير وجسمه لسه ينمو. العملية تتمثل في نقل التريك من هنا من القصب الهوائي إلى الأنف، ولكن اللي أخرنا السنوات هذه هو يعني اكتمال نمو الوجه، احنا كنا خايفين على الشكل الخارجي للوجه يتأثر بالماسك. There are other research is ongoing to try to come up with not less invasive means of helping children and adults with this condition to breathe when they're asleep. So we're hopeful that children born with this condition will go on to lead happy lives when they're cared for by the proper team of physicians and healthcare professionals, and that in the future treatments will allow them to lead even easier and better lives. يوسف لامس جميع من التقى به في حياته بإيجابية مطلقة وألهم فيهم نظرة جديدة للحياة. What really inspires me the most about Yusuf is that he just has an amazing sense of humor. It can be difficult at times, and the best way to reach people is to lighten the mood, keep it funny, keep it moving, and Yusuf just embraces that every day. He always has a joke, he's always smiling, has a laugh. Yusuf is a hard worker. He's not let his medical condition define him. He's worked hard to overcome his health issues. He's just an all-inspiring kind of kid.